أهلا فيكم حبايبي برج الجدي في قناتي. راح نشوف إن شاء الله اليوم شوية توقعاتك العاطفية. القراءة راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع مثل دائما، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الجدي ممكن تشوف إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تنطبق عليك أو طاقتها تكون مشابهة لإلك. فخلينا نشوف شو مستني لبرج الجدي. بدي ألخبط آخر شفل. أوكي. قبل ما نبلش بالقراءة بدي أخذ كروت نصيحة لحتى نشوف شو اللي المفروض برج الجدي يركز عليه لهالشهر. أوكي. يا برج الجدي، كروت النصيحة تحكي لك spend quality time together، في شخص بحياتك listen and talk to each other، في شخص بحياتك أنت مش عم تقضي مع وقت كفاية، تحتاج إنك تقضي مع الشخص quality time، مش فقط تمضية وقت، ولكن اشي ممكن تستخدمه، يعني تعملوا فيه مش project، تعملوا فيه اشي activity، مشاركة اشي مع بعض، شيء يقوي الرابطة بينك وبين هالشخص. consider your foundation، look at how committed you are to love. يحكي لك راعي الأساسات بحياتك، شوف أنت حاليا مدى ارتباطك ومدى التزامك بالحبيب أو بالشريك وبهالعلاقة. ممكن تكون أنت مش كتير جدي بشأن هالعلاقة، فبيحكي لك رتب أساساتك بشي مثل هيك. طيب خلينا نشوف بالنسبة لقراءتك شو في عندك. بالنسبة لطاقتك يا برج الجدي، عم شوف في فكرة، انت منطلق حول فكرة جديدة بحياتك، ممكن تكون على الصعيد المادي او منطلق على ارتباط جديد في حياتك، وانت متفائل كتير من هالارتباط ومتفائل كتير من الشخص اللي عم تتعامل معه. في عندك شخص بحياتك انت متفائل جدا بشأن هالشخص، ولكن في حدا من بعيد مثل اللي غيران او مش عاجبه الموضوع، مش عاجبه التواصل اللي بينك وبين هالشخص اللي انت معه او اللي بدك تكون معه. يعني طبيعة العلاقة بينكم بتولد الكثير من مشاعر الغيرة بالطاقة اللي حولك والاشخاص اللي حولك. بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك، الحبيب متناقض بين اختيارين، متناقض بما يخص عواطفه. هالشخص محتار يأخذ قرار، وغالبية القرار هذا هو يخص الوضع العاطفي عند حبيبك أو عند شريكك. فهو ممكن يكون محتار بين شخصين أو بين شيئين، أو ممكن أيضا يكون محتار بين فكرة الحب بينكم. يعني محتار بأنه يرتبط أو يحط اهتمام بها العلاقة أو لا.
هو شوي مشوش من ناحية ال من ناحية العواطف، مشوش مش عارف ياخد قرار، مش عارف أيضا هو حقيقة مشاعره تجاهك أو مدى عمق مشاعره تجاهك. طب شو اللي ليش كان في بينكم خلافات، أو ليش في حاليا بينكم خلافات؟ في بينكم صراع على السلطة أنت وهالشخص، في شخص بينكم، طرف بينكم بحب إنه يكون هو المتحكم وهو المسيطر على طريقة الحركة بها العلاقة، أو مجرى توجه بها العلاقة. فأنتو بينكم كان صراع على السلطة، الصراع مين اللي راح يكون له الكلمة الأخيرة، أو مين اللي راح يتحكم بمجرى الأمور بالعلاقة. وهذا الشيء أدى إلى رحيل حدا من الأطراف، لأني عم شوف في حدا من الأطراف قرر الرحيل، أو قرر إنه يسكر قلبه ويدير قلبه عن العاطفة بسبب انتو على من ناحية على صعيد الشخصية والصعيد القوة، انت وشريكك تريدون اثبات نقطة معينة، وبدك انت وهو تثبت نقطة معينة انه كلمتك، وهو بده يثبت انه كلمته هي اللي المفروض تمشي. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، شو انت مفكر؟ شو بدك تساوي بالمستقبل؟ عم شوف في عندك سفر او انتقال الى مكان معين، ممكن يكون انتقال فعلي، يعني من منطقة الى اخرى، سفر فعلي، او ممكن يكون انتقال عاطفي من علاقة الى اخرى، او من شخص الى اخر، او حتى شفت او انتقال بالمجال العاطفي. ممكن البعض منكم يقرر انه يكون سنجل، او بده يكون عازب، والبعض منكم عم شوف عنده طلعات من نوع ما، التقاء مع اصدقاء، التقاء مع اشخاص جديدة. فخطوتك القادمة انه انت تأخذ وقت مستقطع من العلاقة اللي بينكم، من الريليشن اللي بينكم، لأنك بدك تستشفي، أو بدك تركز على إنك تشافي حالك من جوا أو من الداخل. للبعض منكم ممكن يكون في التقاء مع هالشخص، يعني يصير سفر من مطرح إلى آخر لحتى تلتقي بالشخص اللي أنت عم تتعامل معه، أو حتى مش بالضرورة سفر من بلد إلى أخرى، ولكن في البعض منكم رح يلتقي هالشخص، رح يصير في بينهم لقاء أو مقابلة. بالنسبة لخطوات حبيبك أو خطوة شريكك القادمة، عم شوف حبيبك بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية، بده معك يبدأ صفحة جديدة، أو بده على الأقل البعض منكم اللي منفصلين مش عم تحكوا مع بعض، بمشاعره أو بخطوته القادمة هو حاليا عم يحاول يوجد الجواب. شخص عم يبحث على information أو على معلومات حاليا لحتى يأكد التناقض اللي هو فيه، لأنه مثل ما حكيت لك هو متناقض. شفنا بطاقته هون، هو متناقض بما يخص، البعض منكم متناقض بين شخصين، البعض منكم متناقض بما يخص العلاقة هاي، طبيعة الحب بينكم، هل هو مستعد إنه يحط ارتباط كامل. فخطوته القادمة إنه هو عم يبحث على معلومات من أجل يأكد طبيعة مشاعره تجاهك والخطوة القادمة اللي بده إياها. ومبين من هون انه هو خطوته القادمة بده بداية جديدة في الحب. سوري،
بده بداية جديدة في الحب أو بداية جديدة معك، على الأقل إذا مش بداية جديدة فرصة جديدة لحتى تحكوا يعني بالموضوع، أو على الأقل يصير في نقاش بالموضوع. بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم في المستقبل، عم شوف في حدا بده يقدم عرض صلح، وفي طرف عم يراضي الطرف الآخر، ولكن في شخص عم يحس إنه مربوط بسجن عقلي، وممكن يكون مش قادر يسامح الشخص على أغلاط أو على مشاكل صارت بالماضي بينكم، لأنه عم شوف في حدا عم يحاول يصالح الشخص الآخر ويقدم له تنازلات، في تنازلات رح تصير هون من طرف بالعلاقة، وفي شخص متناقض مع حاله، أو في عنده بارانويا، في عنده شكوك، في عنده مخاوف بما يخص هل عرض الصلح، لأنه بتوقع الطرف اللي عنده مشكلة، أنا بتوقع هو الشخص اللي أنت عم تتعامل معه هو اللي بده يقدم لك عرض تصالح، لأنه مبين إنه عنده بدايات جديدة هون، هو بده بدايات جديدة. عم بشوف إنه ممكن البعض منكم يا مواليد الجدي هالحركة صارت أكثر من مرة، اعتذر إلك الشخص أكثر من مرة، صار في بينكم خلافات ونزاعات وجدالات، وافترقتوا ورجعتوا لبعض، وافترقتوا ورجعتوا لبعض أكثر من مرة، عشان هيك أنت متردد ومتخوف من عرض الصلح اللي راح يجيك، متردد يعني قلبك بيحكي لك بس عقلك بيحكي لك انه كل مرة بيصير نفس الاشي، ما في اشي بيتحسن. طيب انا بدي اوضح هالشخص البدايات الجديدة بالحب، البدايات الجديدة بالحب هل هي فعلا رح تكون معك، هل هو هالشخص بده البدايات الجديدة معك، أم في شخص آخر بحياته، أم هل البدايات الجديدة عم يشوفها مع شخص آخر ولا معك؟ هدول كتير، بدنا نلخبط الدك كمان مرة. اوكي، هو بالفعل بما يخص علاقتكم، لانه حاليا هالشخص عم يستشفي، عم يحاول يشافي حاله، وايضا هالكارت تين اوف كابس هو نفس هالكارت، فتأكيد على الرسالة وتأكيد على المعلومة انه هالشخص من غيرك او في بعدك بيحس بتشرد، أو بيحس بتصحر يعني من غيرك بيحس كأنه، أو من غير هالعلاقة بيحس كأنه تشرد، أو كأنه تشردتوا، أو كنتوا في مطرح كتير منيح في الماضي وبس تفركشت الأمور بينكم، عم يحس بغيابك فعلاً وانتو مش مع بعض، لانه هي هاي فترة الانقطاع اللي مش عم تحكوا فيها، هي الفترة اللي هالشخص عم يسترجع المعلومات، او عم يسترجع الذكريات، عم يرتب اموره فعلا باللي صار يعني بينكم. ايضا بدي اوضح عرض هالحب، شو رح يصير يعني
هل راح هالطرف اللي هون اللي حكينا متردد، هل هو راح يقبل بعرض هالصلح؟ أم هل سيكون متردد؟ The Emperor لسه في صراع على السلطة بينكم. The Emperor لسه في شخص بده كلمته هي اللي تمشي. يعني هذا شو بدي أحكي لك، هاي الكروت اللي طلعت، بس خلينا نشوف الكرتين الآخرين شو راح يوضحوا. في شخص كتير مجروح بهالعلاقة، الطرف هو هاد نفسه اللي متردد هون، متخوف من عرض هالصلح، هو نفسه هاد اللي رافض تماما المشاعر، أو رافض تماما إنه ينظر للأمور من منظور مختلف أو من جهة أخرى، لأنه مصاب بخيبة أمل يعني، وبطل في عنده ثقة بهالشخص وبهالعلاقة. في كوميونيكيشن رح يصير بينكم، في تواصل رح يصير بينكم، والتواصل رح يكون شوي حد أو رح يكون شوي دادة، فللبعض منكم بدكم تنتبهوا من الطاقة النارية اللي ممكن، يعني بدك تحاول أنت من جهتك من طرفك إنه تتحكم بمشاعرك أو تتحكم بغضبك على قدر المستطاع، لأنه في بينكم الطاقة في المستقبل، في تواصل بينكم، والتواصل رح يكون سريع. الأمور اللي رح تصير بينكم بالمستقبل رح تكون سريعة، لأنه في كتير سورتس هون، رح تكون سريعة. وفي شخص عم شوف عم يفكر بأخذ قرار نهائي تجاه الشخص أو تجاه العلاقة، قرار نهائي بمعنى البعض منكم رح يقبل عرض الصلح، والبعض منكم رح يرفض عرض الصلح لأنه مصاب بخيبة أمل ولم يعد لديه ثقة بهالشخص وبهالعلاقة. بتوقع هيك وضحنا كل شيء، كل شيء واضح. اوكي حبايبي برج الجدي، بتمنى القراءة تكون افادتكم وحبيتوها مثل ما حكينا. من جهتك انت فقط ركز على مشاعرك انت وكيف تتحكم فيها وما تتهور. اوكي حبايبي.